اه طبعا طبعا مترتب اه طبعا يا فندم، واحنا قايلين الكلام ده مئات المرات. من المافيا اللي حضرتك بتتكلم عليها. اه طلعوا بقى، راحوا قاطعين الشارع. اه بلغنا وزير الداخليه طبعا بالادب وبالذوق وبالمحايله لما فتحوا الشارع. ماشي، فتحنا الشارع، ولكن فوجئت بقى ان انا في بقى دلوقتي المنتفعين كثيرين. واحد، الناس اللي كانت بتاخد اللبن دوت وتبيعه. اتنين، المحلات الحلويات اللي كانت بتستعمله. ثلاثة، الكافيهات. أربعة، كل المنتفعين هاجوا وصاروا علينا وعلى هذه الوزارة. وأنا النهاردة لما أخد اللبن ده وأديه لمستحقيه يكون ده هو ده رد الفعل ليا أنا؟ إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ سيادة أنا مش الوزير عارف والله. معلش أنا آسف، اللي قطعوا الطريق يوم الخميس دول ما كانش فيهم حد بيدور على علبة لبن يا فندم وما لقاهاش، حضرتك وعشان كانت كده 300 واحد سيدة، هل تعلم حضرتك إن إحنا خدناهم ووديناهم لأقرب وحدة، وحدة اسمها عثمان، وحدة اسمها مبار، هي في جنب أغاخان في شبرا، لما لقينا في منهم بالظبط 21 واحد محتاجين، في منهم خد العلب ورماها، قالوا إحنا مش جايين ناخد علبة، إحنا جايين ناخد الكمية اللي بناخدها كل مرة. إيه الكمية دي؟ إحنا بندي للأطفال دول حسب وزن الطفل احتياجاته، اللي هي الطفل في أول شهر بياخد علبة، تاني شهر علبتين، ثالث شهر ثلاث علب، رابع وخامس وسادس شهر بياخدوا 4 علب يستمروا عليهم حسب وزن الطفل. ده في الشهر. انما احنا مش جايين نعبي عربيات نص نقل. وصلنا يا فندم اللي بيعبي عربيات ولا لسه؟ ايوه يا فندم، ده اللي كان بيحصل، وانا بقول لحضرتك كده انا مستمر فيما انا عليه وهتصدى ليهم ايا كان. انا عارف انا بقول ايه، وانا مش هرخ، وانا مش هتراجع. يا فندم قول لي، الدولة كان بتدعم مصانع الحلويات ديت والقهاوي والكلام ده بكام مليون يا فندم اللي بيروح لهم؟ بالظبط بالظبط، السنة دي قيمة الدعم 385 مليون جنيه. قيمة الدعم 385 مليون جنيه. كام من قيمة 385 مليون جنيه هذا العام يا فندم؟ العام الماضي 450 مليون. طيب خلال الحصر نقدر نقول كام مليون استفاد منهم فعلا ولا المواطن؟ ما عنديش حضرتك داتا، ما عنديش احصائيه، لان انا ما كانش عنديش سيستم او برنامج او نظام يخليني اعرف مين بياخد وبياخد قد ايه وهل هو مستحق ولا لا. انا بدي للصيدلات وبتوزع، ما اقدرش اقول لك مين خد السنه اللي فاتت وهل هو مستحق ولا لا، لان ما كانش عندي اليه لحصر هذا الشيء. انا عملت هذه الاليه السنه دي وحصرت هذا الكلام وطبقت هذه المنظومه وتعبت بقالي سنه. طيب دلوقتي